الكثير يتساءل وكثير ينتظر هذا السؤال خاصة من قادة الإطار. أنت إيش تقرأ أستاذ أحمد هذا المشهد لاستراحة مقاتل بالنسبة للتيار الصدري وهناك جولة أخرى يعني مع الإطار؟ أولا صعوبة قراءة المشهد التياري إذا صح التعبير. المشهد التياري أو حراك التيار الصدري أحيانا حتى بعض قيادة التيار بعض قادة التيار الميدانيين أقصد غير قادرين على التنبؤ ب الحراك التياري لأنه هذا التيار يتميز أن له قيادة واحدة وقيادة تحظى بالطاعة من جميع الأتباع وعليه فلا نستطيع أن نحلل لأن أحيانا التحليلات تخرج بشكل خاطئ وانطباعات غير صحيحة. لكنني أقول شيئا واحدا إجابة على هذا السؤال أن التيار الصدري سيبقى حاضرا في الواقع الاجتماعي العراقي سواء اعتزل السياسة لم يشترك بالانتخابات سحب نوابه اشترك بالانتخابات أي قرار يأخذ التيار الصدري سيبقى لديه جماهيرية واسعة ولديه حضور اجتماعي وهو شريك أساسي في الواقع الاجتماعي وفي الواقع السياسي. حاولت التواصل مع التيار؟ يعني بعد الأشهر الأخيرة بعد تشكيل الحكومة هو التيار هو من يقرر التواصل عادة أو عدم التواصل.